كان عمر موهبه في سبيل الله. السلام عليكم. يا لالا عمري مربو في سبيل الله. السلام عليكم. فيديو جديد وجدنا لكم عاود ثاني شي فيديوهات فيها وصلنا على الابتسامة. نديرو عليهم رياكسيون. أجواء ديال رمضان بصحة فطوركم. يلا نشوف واش واقع. اسئله دينيه جديده غزالي. نبي نبداو بهم. نبي ابوه نبي اخوه نبي وابنه نبي فمن هو؟ هذا سؤال جميل جدا. هو نبي وباه نبي واخوه نبي وابنه نبي. اوه هذا سؤال جميل جدا ولكن الحمد لله ما صعيبش عليا. عندي الاجابه ديالو اللي هو نقول لكم من دابا ولا بلاتي نسمعوا شويه. المهم ابوه نبي هو نبي بعدا وابوه نبي باش نسهل عليكم. ابو الانبياء هو عرفته بيان سور سيدنا ابراهيم عليه السلام. يعني احنا تهنينا من ابوه نبي. اخوه نبي والجوج اخوه سيدنا ابراهيم عليه السلام عنده جوج الاولاد بجوجهم انبياء. دونك واحد منهم اخوه نبي وهو نبي وباه نبي. هاد ثلاثه حيدنا بقى ابن نبي. يعني شكون في الانبياء شكون بيناتهم اللي هو ابن نبي؟ مشكله بجوجهم. وابن نبي صافي صافي هو هذاك صافي. اسمحوا لي على الروتار. ابوه نبي اخوه نبي وابنه نبي فمن هو؟ انا نشوف شكون اللي بغى يجاوب على السؤال. هزر انا والولاد توقع يعقوب. غلط شكرا كثير لك. قرب قرب مزيان. سيدنا موسى. السلام غلط شكرا لإلى يعقوب عليه السلام. غلط شكرا كثير لإلى اخو نبي ابو نبي وسيدنا عيسى عليه السلام. غلط شكرا لإلى ابو اش بيجي بشي سيدنا عيسى محمد الصلاة والسلام. غلط شكرا كثير ليلى. نبي ابوه نبي اخوه نبي وابنه نبي فمن هو؟ ما عرفتش قالت السيد اللي من قبل سامحوني. سيد الصلاة والسلام. غلط شكرا كثير ليلى. شكرا ليلى. محمد الصلاة والسلام. غلط شكرا كثير ليلى. نبي ابوه نبي لا اله الا الله. كاين دابا الاسئله الدينيه ما يمكنش نبقاو اذا نخرجوا اي حاجه. ما سولك شي واحد سؤال ديني عرفتي مرحبا ما عرفتيش استرح. ما يمكنش نقولوا اي حاجه تيجينا انا بحال هاد الاسئله ما يمكنش تقول اي حاجه. عرفتي ما عرفتي صافي. نبي اخوه نبي وابنه نبي فمن هو؟ سيدنا اسحاق عليه السلام. برافو عليك ما شاء الله. لا جابا فيك تعدل لي. مين ابوه مين اخوه؟ ها هو ابوه يقول مين ابوه ومين اخوه؟ مين ابنه؟ ابوه ابو ابراهيم. ابراهيم عليه السلام. اخوه يعقوب عليه السلام. اخو اسماعيل وابن يعقوب عليه السلام. لا لا سبع. انا اللي مدوخ. اخوه اسماعيل عليه السلام. المهم عرفت سيدنا اسحاق حيت اسحاق وسيدنا اسماعيل هما ولاد. انا قلت يعقوب. يعقوب حفيد سيدنا ابراهيم. انا اللي مدوخ. المهم ولده اللي هو يعقوب عليه السلام. السلام ما شاء الله حولك عليهم السلام. ما شاء الله حولك. ما شاء الله. 20,000 وانت ربحت معنا ما شاء الله. ألف سؤال ثاني. بارك بعمرك. السؤال الثاني جاهز. السؤال الثاني من هو أول رسول إلى أهل الأرض؟ أول رسول إلى أهل الأرض نوح. سيدنا نوح عليه السلام. محمد عليه الصلاة والسلام. قال لك أول رسول. الله يجزيك ماشي آخر رسول. ويلي جبد هذيك الصعيبة وهذه اللي سهلة. غلط عليه الصلاة والسلام. ما تفهمش ديما تنقول لكم بحال هكا توقع بزاف شي أسئلة صعاب تلقى شي واحد تيجاوب عليهم. سيرتو بحال هاد الأسئلة التانية وشي حاجة اللي سهلة أبي تشوفي الترتيب ديال الرسل بغيت عارف شكون الاولاني. هي سهله ما خصكش توحل فيها. شكرا كثير لك وان شاء الله الف مبروك يا رب. الله يبارك في عمرك مشكورة. ابو نبي يعقوب. غلط شكرا لك. انا ما عندي علم. شكرا لك. والله ما بعرف. شكرا لك. نبي الله يوسف ولا؟ السلام. غلط شكرا لك. نبي
أبوه نبي وأخوه نبي وابنه نبي، فمن هو؟ نبي، أبوه النبي، أخوه النبي. تكرمي؟ نبي. شكرا لك. عند بلا استراجي ما بلا ضحكوا على حد فالكاش بريضتك. نبي 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 محمد عليه الصلاة والسلام. غلط، شكرا كثير لإلك. إسحاق، إسحاق عليه السلام. طبعا ما شاء الله حولك. مين أخوه لسيدنا إسحاق؟ اسمعي برافو عليكي. تمام تبيع. مين أبوه لسيدنا إسحاق عليه السلام؟ إسحاق سيدنا إبراهيم. هو بيكون أبوه برافو عليكي سيدنا إبراهيم عليه السلام. أبو إسحاق اثنين. مين بيكون ابنه لسيدنا إسحاق عليه السلام؟ يعقوب. برافو عليكي، هلأ صارت الإجابة صح. ربحتي معنا 20,000 جائزة السؤال الأول. تفضلي. عاونتها شوي. إن شاء الله ألف مبروك يا رب. السؤال الثاني إن شاء الله. من هو أول رسول إلى أهل الأرض؟ آدم. أول خلق يعني خلق. أول رسول وليس أول نبي. أول رسول. وإبراهيم أبو الأنبياء. بدي أول رسول إلى أهل الأرض، من هو؟ ما تلفوش. سيدنا موسى. غلط، شكرا. موسى زال كما قلت لكم سبحان الله تجاوبوا على اسئله صعب جدا. الا لك ان شاء الله الف مبروك يا محمد. السلام. غلط، شكرا لك. سيدنا موسى. السلام. غلط، شكرا لك. والله ما اتذكر. نبي، ابوه نبي، اخوه نبي، وابنه نبي، فمن هو؟ يوسف او اسحاق. يوسف او اسحاق عليهم السلام. عليهم السلام. لا اسحاق. برافو عليك. فيك تعدد لي مين ابوه مين اخوه مين ابنه لسيدنا اسحاق عليه السلام؟ في ابراهيم وفي اسماعيل وفي يوسف وفي يعقوب العائله. هلا مين اخوه لسيدنا اسحاق؟ اسماعيل السلام. وابوه؟ ابراهيم وابنه يعقوب. طبعا برافو عليك ما شاء الله حولك. جائزه 20,000 وانت ربحت. شكرا لك كلك سلام. ان شاء الله الف مبروك. يعطيكم العافيه موفقين. هذا السؤال الثاني ان شاء الله. من هو اول رسول الى اهل الارض؟ لا ادم او نوح عليهم السلام. او اكيد نوح لانه وقت ادم ما كان في بشريه، هو اول البشريه. هنشيل اول انسان على الارض، فنوح كان نبي للبشريه. اول رسول للبشريه نوح، وسيدنا ادم اول نبي. اول نبي وما كان في بشر، هو ابو البشريه، فاول شخص هو كان على الارض فما كان في بشريه. يعني الاجابه هي نوح عليه السلام. طبعا ما شاء الله حولك. جائزة 50,000. الحمد لله اخينا واحد عرف. الف وانت ربحت معنا. تفضل. زيد سؤال ان شاء الله الف مبروك يا كلك سؤال يعطيك العافية. السؤال الثالث ان شاء الله. ان شاء الله سهل عاد بقى. سهل. من هو النبي الذي تزوج اختين؟ تزوج اختين. موسى عليه السلام. يفترض مش يوسف. يوسف. ما عندك فكرة؟ لا والله للأسف. شكرا كثير لك وان شاء الله الف مبروك يا رب. عليه السلام. لك موفقين ان شاء الله. يعطيك العافيه. بنت شعيب عليه السلام. يعقوب. يعقوب لا تقول لي تزوجي وحده. موسى عليه السلام تزوجوا هي وحده ماشي جوج. فاش بقى معهم 10 سنين. المهم انا دابا لخرت سميتها وبلا ما نديروا اغلط. اوكي كما تشوفوا نعود نردوا لكم الاجابه. الله يعطيك العافيه. هنا الاجابه هي سيدنا اسحاق عليه السلام اللي هو نبي، ابوه نبي، ابنه نبي، واخوه نبي. اول رسول الى اهل الارض هو نوح عليه السلام. النبي الذي زوج اختين هو يعقوب عليه السلام. زوج اختين سيدنا يعقوب. فيديو اخر. كم نبي يوجد بين سيدنا يحيى؟ هناك نبي واحد رفض الله طلبه، فمن هو؟ نبي واحد رفض الله طلبه. نبي واحد رفض الله طلبه. ممكن نوح عليه السلام. فاش طلب الله انه يعتق ولده فوقت الطوفان وجاوب الله قال لي إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح.
المهم هي اللي طاحت لي في بالي دابا، دابا نتاكدوا واش هو ولا ماشي هو. نسمعوا الاسئله بعدا اللي كاينين. عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يحيى السؤال الاول في موسى في عيسى في كم نبي يوجد بين سيدنا يحيى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ كم نبي ما بين سيدنا يحيى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يحيى في موسى في ما بين يحيى في كاين واحد ذي الكفل كاين واحد سيدنا يحيى غلط عليه السلام غلط انا بعتذر منك شكرا كثير لإلك راه حضر البرنامج هلا سيدنا يحيى هو اخر واحد قبل منا من الرسول صلى الله عليه وسلم من محمد صلى الله عليه وسلم ما بعرف واحد اللي كاين شكرا لإلك ديني ضعيفه شكرا لإلك شي 50 غلط شكرا لإلك كم نبي يوجد بين سيدنا يحيى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هم أنا بعرف الأنبياء كلهم بس إنه بين ومين ومين لا ما بعرفهم شكرا كثير لإلك كم نبي يوجد بين سيدنا يحيى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على ما أظن في 7 غلط شكرا كثير لإلك أنا مسيحي ما شكرا كثير مسيحي قاع تقريبا شي بيناتهم 2 غلط شكرا كثير ليلى طيب ما بعرف شكرا كثير ليلى يجاوبك على الاسئله عارف؟ لا ليجون ليجون ما بعرف ليلى الله وصار في ليجون والو كم نبي يوجد بين سيدنا يحيى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ولعلمكم راه هذا هو العلم النافع سلام. عليه الصلاه والسلام على سيدنا يحيى وسيدنا محمد بظن سيدنا عيسى بس برافو عليك اكيد ما شاء الله حولك جاء 26000 انترب الحمد لله الحمد لله الاجوبه ناضيه عندي ان شاء الله الف مبروك يا رب سهلا. جاهز السؤال الثاني ايه ما معنى اسم سيدنا شيث عليه السلام على ما اظن يمكن الاسد غلط شكرا كثير لك شيث سيدنا شيت عليه السلام ما معنى لك ان شاء الله الف مبروك يا رب صلى الله يبارك فيك هذه ثاني شويه والله سيدنا محمد والده 25 وسيدنا يحيى تم هذه جي بيجاوب ابو المات هذا ماتي سي برغار رو ديال سيدنا يحيى جبت كالكولاتري سلامة؟ لا شكرا لإلك ما جبتش الكالكولاتريس كون جبت الكالكولاتريس كون جاوبت 13 غلط شكرا لإلك موسى لا 13 غلط شكرا كثير لإلك ما شاء الله لا موسى عاد سمع عاد فرزتها بقيت باقي خلي كان مع 13 الواحد 13 النبي 3 غلط شكرا لإلك ترتيب الأنبياء مهم فيكون في العقل شكرا سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل عليه السلام إسحاق قاعدوا شكرا كثير ليلى كم نبي يوجد بين سيدنا يحيى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 6 غلط شكرا ليلى 4 غلط شكرا ليلى يمكن 3 غلط شكرا كثير ليلى كم نبي يوجد بين سيدنا يحيى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بلشتي بالصعب اعتقد 7 غلط شكرا ليلى 7 غلط شكرا ليلى كل شيء جاوب 7 غلط شكرا ليلى عليه الصلاه والسلام الله اكبر بس كم عدده والله ما بعرف شكرا ليلى اهلا وسهلا كم نبي يوجد بين سيدنا يحيى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام عليه السلام عيسى سيدنا عيسى سيدنا عيسى عليه السلام ما شاء الله حولك برافو عليك جاء 26000 وانت ربحت معنا تفضل ان شاء الله الف مبروك يا رب جاهز للسؤال الثاني؟ نعم ما معنى اسم سيدنا شيث عليه السلام؟ هبة الله طبعا برافو عليك اكيد جائزته 50000 سيدنا شيث هذه اسميه بيان سيغ يهودية هبة الله معلومة جديدة حاولوا نصوف غارديوها وانت ربحت معنا تفضل سيدنا شيث هبة الله ان شاء الله الف مبروك يا رب الله يبارك فيك جاهز السؤال التالي؟ أطلع. من هو النبي الذي رفض طلبه الله؟ فكرة؟ ما عندي فكرة والله شكرا كثير لك وان شاء الله الف مبروك يا الله يبارك فيكم شكرا ما عاش واش سيدنا نحن لا نشوفوا دابا الجواب نبي واحد اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام تاع السؤال الاول النبي الذي رفض الله طلبه وهو
موسى عليه السلام. ماشي نوح عليه السلام. موسى عليه السلام شخص نعرف شنو الطلب اللي يطلب. ما معنى سيدنا شيت عليه السلام اللي هو هبة الله؟ هادو أجوبة زوينين. دابا نجاوبكم علاش رفض الله طلب موسى عليه السلام. خصنا نفهموا هذا الشيء. هذا بحال هذا الشيء محشومه يمشي الجواب بلا ما نعرفوا علاش. طلب خصنا عاد فهمتو عاد فهمت علاش. في القرآن نيت مذكور بيان سور في قصة سيدنا موسى عليه السلام انه طلب من الله انه يشوفه. أريني أنظر إليك، مكتوبة في القرآن أريني أنظر إليك، والله رفض الطلب ديالو. علاش هذا هو هادشي علاش رفض الله الطلب؟ زعما هذه القصة نتاع كيفاش رفض الله طلب سيدنا موسى عليه السلام اللي هو رفض الطلب ديالو. علاش؟ حيت ما يقدش يشوفو، حيت هاد حيت كي قال المهم كي مفهوم هو أن ما يمكنش في الحياة الدنيا ولا في الدنيا أننا نشوف الله. إذا نشوفوه في السماوات السبع، نشوفوه في يوم القيامة إن شاء الله، إن شاء الله في الجنة. حيث في الآية مهم في القصة جاوبوا الله قال لي لن تراني، ولكن أدي تجلى الله عز وجل للجبل، فإذا خر الجبل راني عادي يفهم. وبيان سور هادشي اللي وقع، ولكن ما شاف سيدنا موسى ما شافش الله بيان سور، حيت ما يمكنش انه حيت كون شافو كون هو صاعق. يعني هي بحال تقول بحال تخلع لواحد الدرجه خايره، بحال سخف، ولكن كون شافو كون مات يقدر. داكشي علاش رفض ليه الطلب ديالو. ايوا ان شاء الله نكون وصلت للمعلومه كما خصها توصل. حنا تنديروا اللي يعني لا تنشارككم شويه ديال الثقافه الحمد لله اللي عندنا، وميم طون تنديروا رياكسيون على شي حوايج زوينين اللي يستحقوا في رمضان. خليونا من الضحك كي العاده. واخا هو الضحك ضروري، ولكن مره نبتلو. تشاو تشاو، نشوفوا الفيديوهات الجايه.